عشب اصطناعي. شاهدنا كيف عانى المنتخب من أجل إخراج الكرة بتمريرات قصيرة سلسة، كان اللاعبون يجدون صعوبات كبيرة في إخراج الكرة. من بين النقاط أيضا التي استقيناها هي للمرة الألف يؤكد بيتكوفيتش أنه قارئ جيد للمباريات. في الشوط الثاني في الدقيقة منذ الدقيقة 75 أجرى تغييرات، هذه التغييرات آتت أكلها وقدمت الإضافة اللازمة، آتت على إثرها أو أتى على إثرها الهدف الثالث بعد تمريرة انطلاقة رائعة من عطال الذي قدم تمريرة أو سدد الحارس أفلت الكرة، بونجاح كان في المكان والوقت المناسب يسجل هدف. هدف للمعنويات لبونجاح الذي يعاني من ضغوط كبيرة. نعم، ست مباريات متتالية لم يسجل مع المنتخب الوطني الجزائري. اليوم إن شاء الله ستفتح العقدة بالنسبة لبونجاح. قلنا لمباراتين على التوالي المنتخب الوطني يحقق كلين شيت، هذا أمر جيد وإيجابي. عقدة أو النقطة السوداء في المنتخب التي كان يعاني منها في الدفاع، رأينا كيف تحسن أداء المنتخب الوطني دفاعيا في المباراتين الأخيرتين. نعم. الكثير من الأمور الإيجابية التي شاهدناها في مباراة اليوم أيضا في ليبيريا. نعم. نتمنى أن يكون القادم أفضل. نعم، من شاهدنا اليوم أيضا تغيير طريقة اللعب اليوم 3-4-2-1 أو 3-4-3 المنتخب الوطني الجزائري بثوب جديد، شاهدناه قوي من الناحية الدفاعية ويلعب بأريحية في الناحية الهجومية. أعتقد بأننا كنا بحاجة إلى مثل هكذا تغيير. اليوم أحسسنا بأنه فيه منتخب جديد، فيه لاعبين جدد، فيه طريقة لعب جديدة. محمد، كما سألتني اليوم كرة قدم الحديثة فيها تغيرات كثيرة وتمشي على حسب اللاعبين اللي عندك وعلى حسب المنظومة اللي تعملها. أنا نظن باللي في الآونة الأخيرة تلقينا عدة أهداف في الدفاع، كانت تغارات كبيرة في الدفاع. وقلنا وتكلمنا عديد من المرات في حصص هنا، قلنا باللي يقدر المدرب يغير طريقة اللعب. اليوم شفنا الطريقة، اليوم دخل بثلاث مدافعين لتحسين كما نقوله خط الدفاعي. والتشكيلة هذه والتغيرات هذه تاع الخطة أتت بثمارها. ما شفناش، شفنا المدافعين تاع المنتخب الوطني وسط الميدان غلقوا على المنافس. نقول بالك طيلة المقابلة 90 دقيقة شفنا المنتخب الليبيري، أنا نقول باللي بالك فرصة ولا فرصتين، وفرصتين ماشي فرص كما نقولوا احنا جد صعبة على زمال الدفاع الوطني ولا على الحارس المرمى. دونك الطريقة أنا قلت لك اللي دارها الناخب الوطني أتى بثمارها. شفنا عدة تغييرات. لا تعتقد بأنه هذه ربما واحدة من أفضل المباريات التي قدمها لنا المنتخب الوطني الجزائري في أدغال إفريقيا من ناحية الأداء؟ ربما أحيانا كنا نفوز، مثلا في المباراة الأخيرة في تصفية كأس العالم أمام أوغندا فزنا 2-1، ولكن تحس بأنه كان فوز بشق الأنفس، فوز صعب جدا، كنا متأخرين في النتيجة، كنا فقط نلهث وراء الأهداف. اليوم تحس بأنه فوز الراحة، فوز الأداء، الكرة كانت تخرج بطريقة سلسة من الدفاع نحو الهجوم. شاهدنا أيضا تبادل مراكز اللاعبين، شاهدنا أيضا نقطة مهمة وهي تقارب اللاعبين في خط الهجوم، ثلاثي خط الهجوم لم يكن متباينا، الخطوط الثلاثة كانت متساوية. شاهدنا عمل كبير للرواقين خاصة فارسي على الرواق الأيمن، وهو بالمناسبة لاعب كرة قدم للصالة، مارسها من 2017 إلى 2020. تحس بأنه لاعب يحب يلعب كرة قدم، يلعب صحيح. تمريرات قصيرة، تمريرات صغيرة، كان يدخل بسهولة إلى منطقة العمليات. بصراحة أنا اليوم عجبني المنتخب، أداؤه كان لافت أمين، أفضل من غينيا. إحنا هي صديقون للوضعية على المنتخب الوطني، صديقون الأوقات. اليوم أنت تشوف، تكلمت لي في أوغندا، في أوغندا كنا خسرنا ديجا مقابلة على ملعبنا ضد غينيا، هكذا نعم. كانت المقابلة صعبة، كان اللاعبين ديجا خرجوا من كأس إفريقيا، شفت كيفاش الخروج تاعك من كأس إفريقيا من الدور الأول. نعم. كان صعب على اللاعبين، سما باش يعودوا اللاعبين في الوعي تاعهم، باش يعودوا يولوا إلى كما نقولوا باش تقدم للجمهور أداء جيد، لازم لك وقت بصراحة. لأنه الاستحواذ اليوم في الشوط الأول أحيانا الحق إلى 80%، طيلة المقابلة 69. نعم. 69 في الشوط الأول أحيانا الحقنا إلى أكثر من 80% استحواذ على الكرة وخروج بطريقة سلسة وتمريرات قصيرة. لا محمد، حقيقة اليوم كما تكلمت أنت قلت عندنا مدة ما شفناش المنتخب الوطني، بس كل يوم فزنا بأداء ونتيجة واستحوذنا على
طيلة المقابلة شفت قلت لك 69% للمنتخب الوطني و 31% للمنتخب الليبيري. مام التسديدات 13 تسديدة نحو المرمى، سبعة كما نقولوا احنا كادري، مام عدد التمريرات 614 تمريرة. هذا جد مهم في المنتخب. قسيد لا نريد تضخيم هذا الانتصار في ليبيريا 3-0، لأنه منتخب ليبيريا لا يرقى إلى مستوى المنتخب الوطني الجزائري. لا نريد تضخيمه ولكن نريد تثمينه، أنه المنتخب لعب جيدا، استغل كل الفرص، استغل أنصاف الفرص، فاز بنتيجة ثقيلة بعد سنين في أدغال إفريقيا لم نفوز بهذه النتيجة. تحس أنه اليوم استرجع الثقة وأصبح يلعب بأكثر راحة. ربما كون تقدر تقول لي هل المنتخب الليبيري متوسط ضعيف أو قوي؟ أنا أقول لك المنتخب الجزائري هو اللي ضعف المنتخب الليبيري. المنتخب لكن هذا لا ينفي أن المنتخب الليبيري ليس منتخبا كبيرا. نعم. ولكن المنتخب الجزائري هو اللي خلاه يكون ضعيف. شفنا اليوم المقابلة وين اللاعبين ما خلاوش اللاعبين تاع الليبيريين يعني حتى باش يلحقوا للمرمى ديالهم. لما تكلمت أنت مع أمين قلت له على يعني في الدفاع لعبنا بثلاثة وربعة وثلاثة تغيير محمد في المنتخب السويسري كان يلعب بنفس الطريقة، لماذا ما لعبهاش بدايته مع المنتخب الوطني؟ كان يعرفش اللاعبين، اليوم بدا يعرف اللاعبين. وانا اكد لك باللي هذا المدرب هذا راح يكمل بهذه الخطة هذه. اليوم لما نوليو للمقابلة خاصة محور الدفاع، محور الدفاع اليوم لقينا الثنائية هذه تاع توغاي وبسبايني اللي راهم يمدوا يعني امان الدفاع تاع المنتخب. لماذا ذكرت توغاي وبسبايني ولم تذكر ماندي؟ ذكرت لان علاش ماندي تقريبا في بعض الاحيان راهو يلعب على الجهة اليمنى ولو محوري ولكن على الجهة اليمنى. لما شفنا المقابلة اللي فاتت أمام غينيا استوائية كان لعبت يعني تقريبا مدافع أيمن، وشفنا بن سبعيني وتوغاي في المحور الدفاع واللي أمنوه يعني بطريقة احترافية. ضمن هذا اللي خلى المنتخب الوطني تاعنا ما يتلقاش أهداف زوج مقابلات. نعم، قلت لك في ظل الظروف المحيطة بهذه المباراة وكثرة الغيابات للإصابات أعتقد أنه نتيجة جد إيجابية. أنت قلت أنه لا يجب أن نضخم المنتخب الليبيري، أنا معك في هذا الطرح، ولكن لا تنسى أنك منتخب خارج من عجز على الحصول على النقطة واحدة أمام المنتخب الموريتاني، وأيضا المنتخب الموريتاني مع احترام ذاك زمن ولا أمين ماشي زمن ولا عندنا أشهر قليلة فقط محمد في عالم كرة القدم، أشهر لا تعني شيئا. يعني شوف كيف استلمت المنتخب. نعم المدرب هذا وعنده 6 مباريات مع المنتخب محمد. نعم. في 9 أشهر الناخب الوطني السابق جمال الماضي كون منتخب وراح دا به كأس أمم إفريقيا 2019. اسمع راهم 9 أشهر تقدر يصراو فيهم بزاف أمور. على اليوم قلتك ذلك زمن راني معك يعني نقول لك برك لازم تفكروا منين جينا. هذا ما كان محمد، حتى المنتخب الموريتاني ما كاش مقارنة، مع احترام المنتخب الموريتاني الشقيق ما كاش وجه المقارنة بينه وبين المنتخب الوطني الجزائري، ولكن الظروف جعلتنا نتقارنوا مع المنتخب الموريتاني، بل وتفوق علينا المنتخب الموريتاني وكان قادر يسجلنا الكثير من الأهداف. لذلك اليوم نمشي شوية مع الطرح تاع قاسي السعيد، لما تكون ضعيف محمد اليوم لو كان مثلا خسرنا راح نقولوا بلي المنتخب الوطني الجزائري ضعيف، كيف فزنا اليوم ما نقولوش بلي المنتخب الليبيري ضعيف، نقولوا بلي المنتخب الوطني الجزائري كان مليح وضعف المنتخب الليبيري باش نتمنوا الانجاز. انا ماذا قلت امين؟ يعني قلت هذا الفوز لا يجب تضخيمه ولكن يجب تثمينه. راني معك. نعم. بصح محمد يجب تثمينه، راني معك ثاني يجب تثمينه خصوصا من الناحيه المعنويه. المنتخب الوطني الان راه عنده سلسله تاع 3 مباريات بدون كلها فاز فيها. نعم. مباراه في تصفيات كاس العالم، مباراه ثانيه اوغندا خارج الديار، ومباراة داخل ديار في الجولة الأولى الماضية أمام غينيا الاستوائية، ومباراة أخرى خارج الديار. يعني راي عندنا سلسلة بدأت، هذه السلسلة تؤكد أنه هناك عمل ما بدأت تتضح معاليمه. نعم. في المنتخب الوطني الجزائري ما نقولوش أنه عندنا برشلونة، لا لازم نروحوا غير بالعقل، وحتى اللاعبين أيضا لازم يحطوا رجليهم في الأرض. تبقى كما قلت أنت هذا مجرد منتخب ليبيري، ما زال استحقاقات قادمة، صح كاين أمور شفناهم من التربص الأول أمور مليحة وتكلمنا عليها محمد. أنا والله ما من الناس اللي يحبوا النفخ والتطبيلك تعرفني، فكان أمور مثلا الأمور الإيجابية اللي شفناها من أول مباراة البيتكوفيتش أمام بوليفيا. نعم. وثاني